صباح الفل والورد والياسمين. هندخل في الموضوع على طول من الصفحة الشخصية بتاعتك، صفحة الفيس العادية يعني. على ايدك الشمال في سهم هنا، لو الصفحة بتاعتك انجلش تقريبا هتلاقي السهم ده هنا في اليمين. المهم انا بشرح باللغة العربية، بنضغط على السهم، بعدين الاعدادات، بعدين في حاجة اسمها معلوماتك على فيسبوك، بنضغط عليها كليك واحد شمال. في النشاط خارج الفيسبوك، النشاط خارج فيسبوك دي اللي احنا قلنا عليها، هنضغط هنا، هنضغط عليها كليك واحد. هنا بيدي لك كل النشاط اللي انت بتعمله على الموبايل بتاعك او على الكمبيوتر خارج الفيسبوك، يعني حتى لو انت مش يعني قافل الفيسبوك. على الشمال هنا في إدارة نشاطك خارج فيسبوك، هنضغط عليها. اه هنا انا حبيت اوريكم نشاطك خارج الفيسبوك. هذا ملخص لعدد 263 من التطبيقات ومواقع الويب التي شاركت نشاطك، يعني كل المواقع دي اللي انا اشتغلت عليها خارج الفيسبوك هو اخد منها نسخة وسجلها عنده في ادارة الفيسبوك. وطبعا دي مشكلة، هنرجع باك. انا بس حبيت اوريكم، هنرجع باك خطوة للخلف. هنا هضغط على الغاء ربط السجل، يعني انا مش عايز الغاء ربط السجل، هيديني الرسالة دي اقول له الغاء ربط السجل، تمام. طبعا هو هنا بيحمل، هو كده خلص. هنضغط ريفريش او F5. اه هنا اداني الغاء، برضو اأكد الإلغاء بعد ما عملت الخطوات السابقة. هو هنا اهو لو خدت بالكم اداني الإلغاء، برضو أتأكد، أدخل على الإلغاء، برضو أقول له إلغاء ربط السجل، تم إلغاء ربط نشاطك. خلاص كده، إيه أو كده تم إلغاء ربط نشاطك على الفيسبوك، كده تشتغل زي الفل بدون أي تجسس أو أي مشاكل. دي الطريقة التانية هوريها لكم بالنسبة للناس اللي بتشتغل على التاب أو على الموبايل. هندخل على صفحة البيت، تمام. دي الصفحة اللي هي الصفحة الرئيسية، تمام. بعدين بضغط هنا في 3 شرط كده أو 3 نقط فوق على الشمال، بعدين بنزل تحت. هنا في حاجة اسمها الإعدادات والخصوصية، بعدين الإعدادات، شايفين النشاط خارج الفيسبوك. يعني بعد ما انا دخلت في الاعدادات في حاجة هنا اسمها النشاط، نزل تحت كده النشاط خارج الفيسبوك، بضغط عليه. في اختيار اسمه الغاء ربط السجل، بضغط عليه، بقول الغاء ربط السجل، تمام. اهو تم الغاء ربط نشاطك. ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية، وشكرا ل674 مشترك على اليوتيوب و10600 مشترك على الفيسبوك. أشوفكم الحلقة الجاية.